طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. بيع العملة محصور كان على 10 بنوك تقريبا 100 مليار دولار. هاي ميزانية الدولة لسنة يوميا 150. هاي الدولار اللي طالع من العراق 100 نعم. مليار اللي داخل بضاعة، اللي داخل بضاعة أقل المليار 99 مليار دولار متسرب عملة. ليش؟ لأن المنافسات أغلبها مزورة. هذا الملف انحال كله إلى النزاهة، والبنوك مملوكة لسياسيين، كل هالعشرة العشر بنوك العشرة سياسيين كرد وسنة وشيعة، ولا واحد انحكم من دول العشر بنوك إطلاقا، ولا واحد. أهلا بكم من جديد. أغلب العراقيين سمعوا بقرار الخزانة الأمريكية اللي صدر قبل أكثر من أسبوع بفرض عقوبات على 4 شخصيات سياسية في العراق بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد. مدير أو وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية وهو سيجل ماند قال في بيان بأن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد 4 أشخاص في العراق متورطين في انتهاكات خطيرة وصفها لحقوق الإنسان أو فساد. أضاف: سنستمر في مساءلة الأشخاص المرتبطين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما جاء في البيان، بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم. من بين المتهمين 4، 2 من الميليشيات هما ريان الكلداني ووعد قدو، و2 من المحافظين السابقين نوفل العقوب محافظ نينوى، وأحمد الجبوري أبو مازن محافظ صلاح الدين. طبعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أعلن في وقت سابق فرض عقوبات على 2 من قادة الميليشيات المدعومة من إيران. اليوم بحسب ما تناقلته صحف محلية ووسائل إعلامية نقلا عن مصادر حكومية، كشفت أن عقوبات أمريكية جديدة ستشمل 76 شخصية بالعراق. المصادر تحدثت بأن هناك قوائم أمريكية أخرى في الطريق لعشرات الشخصيات تشمل قادة سياسيين وقادة ميليشيات مسلحة. وكما تحدثنا في البداية بأن الخزانة الأمريكية قبل أكثر من أسبوع تقريبا 9 أيام فرضت عقوبات على 4 شخصيات مرتبطة بإيران، هم أحمد الجبوري ونوفل العقوب وريان الكلداني ووعد القدو. البنك المركزي قبل يومين في العراق أصدر تعميما إلى جميع المصارف والجهات المالية حول عدم جواز التعامل المالي مع هؤلاء 4. الحديدة صارت حارة. طبعا مسؤول حكومي كشف عن تشكيل اليوم لجنتين برلمانية وحكومية لمتابعة العقوبات الأمريكية على شخصيات في العراق، وبعدها ستصدر الحكومة موقفها الرسمي. المسؤول الحكومي قال بأن السلطات في العراق شكلت لجنة حكومية تضم عدد من المستشارين والخبراء لمتابعة ما صدر عن الخزانة الأمريكية، وبين بأن موقفا رسميا سوف يصدر بعد أن تنتهي اللجنة من جميع المعلومات والحيثيات الخاصة بالقرار الأمريكي. أوضح بأن البرلمان شكل هو الآخر لجنة متابعة برلمانية للغرض ذاته، واستغرب متابعون للشأن المحلي أخبار تشكيل هاي اللجنتين، لأن الحكومة أو البرلمان ما عندهم سلطة ولا رأي في الأمر، وكل ما هو مطلوب منها تنفيذ الجزء الخاص من قرار العقوبات الأمريكية. طبعا مصادر صحفية كشفت عن إجراء احنا او قائد فيلق القدس، نجي عليه هذا الموضوع بعدين.
نوقف هنا ونطرح التساؤلات. العراقي المشاهد العراقي كيف يرى هذه العقوبات؟ طبعا من تولى عادل عبد المهدي تقريبا قبل 6 أشهر كان هناك تسريب وحديث بأن وزير الخارجية الأمريكي قدم قائمة طويلة عريضة بشخصيات سياسية في العراق، برلمانيين، وزراء، قادة ميليشيات إلى حكومة عادل عبد المهدي الطالبة بكبح جماع هؤلاء، لأن الجماعة عندهم صلات قوية مع إيران وذولا يساعدون النظام الإيراني بالالتفاف على العقوبات الأمريكية. وإحنا دائما تحدثنا بأن بقاء الحكومة في العراق والسياسيين في العراق تقديمهم للمساعدة وطبعا المساعدة غصبا عنهم لإيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران سوف يضر بالاقتصاد العراقي وسوف يضر أكثر بالعملة العراقية. نريد نسمع أصواتكم أعزائي المشاهدين، شو تشوف أنت بهاي العقوبات؟ هل هذه العقوبات فعلية أم أنها فقط صورية؟ هل أمريكا جادة بالفعل بكبح جماح الناس اللي موجودين وهم من رأس السلطة إلى أصغر واحد في السلطة مرتبطين بإيران؟ شنو اللي صار؟ نريد نسمع أصواتكم. معنا أول اتصال أبو أحمد من الرمالي، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو أحمد شلون نشوف الموضوع؟ والله موضوع العقوبات الأمريكية على 4 شخصيات واليوم على أساس هناك قائمة راح تصدر بالأيام الجاية بها 76 شخصية سياسية في العراق. أولا أهلا وسهلا بكم، حياك الله يا أهلين وجزاكم الله خير على هذا البرنامج. جزاك دائما تابعينكم احنا. الله يسلمك أخي. احنا بالنسبة للعقوبات نعم يجب أن تكون أمريكا جادة، يعني جادة بشنو؟ لازم هي دائما أنت الأفعى من منين تنضرب؟ تنضرب على رأس حتى تنكر تموت. احنا يعني هي اجت ما نعرف السياسه الامريكيه دائما يعني سياسه شلون غريبه او نقول هي على رغبتها اللي تشتغل عليها. هي بدت بالرؤوس الخفيفه نقول الصغيره. ليش؟ انه امريكا اذا كانت جاده انه تبدي بالرؤوس الكبار، يعني الرؤوس الكبار تعرف اللي بالسلطه موجودين حاليا. المفروض امريكا هي اللي تبدي يعني من اذا كانت جاده بهذه العقوبات تبدي على الرؤوس العفنة اللي هربت البلد واللي وصلت البلد لهذا المستوى واللي سلمت البلد لإيران. يعني 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 واضح انه جوابي بانه وصلت البلد بيد إيران من ناحية الفساد ومن ناحية تحويل الأموال من ناحية المخدرات من ناحية تهريب النفط من ناحية يعني كل الأمور تتوجه لهذول الرؤوس الكبار. يعني مثلا المالكي، مثلا البادي، مثلا عبد المهدي، مثلا يعني عمار الحكيم، كلهم فاسدين لا نستثني منهم واحد خلاص. حتى من حتى لا يقولون هذا طائفي. نعم. وعندنا إسامة النجيفي، عندك الحلبوسي، عندك يعني كل هاي الرؤوس يجب أن تعاقب إذا كانت أمريكا جادة. ونأمل من الله سبحانه وتعالى أنه أمريكا تكون جادة، ونتأمل أنه نقول القائمة الجاية إذا كانت حقيقة وجادة يعني 100% بأنه الأسماء الجاية نتمناها الرؤوس اللي احنا نتمنى أنه حتى هاي العملية السياسية تنتهي وتسقط، حتى البلد يعود لأهله، حتى البلد ينتعش، حتى البلد يرجع مثل ما كان، يقوي متماسك اقتصاديا، سياسيا، أمنيا، عسكريا. بلد منهار يعني إذا تشوف حاليا العراق تحكم عصابات مافيات، عصابات فساد، مزايدات على انه اني عمار الحكيم. انه عمار الحكيم ليش هالمظاهرات؟ طلع عمار الحكيم، عمار الحكيم يعني حبا بالشعب، شعب يعني حيش الناس الطيبه الزينه من الجنوب ولا من الوسط ولا من الغربيه طلعت نفخ على دجل. هذا نفاق. ليش عمار الحكيم؟ لانه شركات النفطيه اللي موجوده بالجنوب توقفت، وقفها منهم محافظ البصره. نعم. وهو مستفاد من هاي الشركات. إذا الملعوبة والأفلام هاي بعد ما تعبر على الشعب، المفروض ما تعبر عليهم هاي الأفلام. يعني أنت دا تشوف عمار الحكيم على شنو طالع عمار الحكيم؟ عمار زين أبو أحمد، يعني هاي العقوبات على 4 شخصيات، يعني هناك من يتحدث بأنه هناك بالفعل قائمة طويلة، ولكن بدت الولايات المتحدة الأمريكية بهؤلاء
اللي انت قلت المفروض يتم محاربة الرؤوس الكبار، بدأت بذولا الصغار حتى يعني تسمع الكبار. طبعا واشنطن ما خايفة أو مستحية، بالأول وبالأخير هي تراعي مصالحها. زين الجماعة من مبدين ومخلين مصالح إيران قبل المصالح العراقية، ولما الكونغرس والحكومة الأمريكية تصدر هذه القرارات، لعد وين السيادة في العراق ووين الجماعة يحشون وإحنا دولة وإحنا حكومة؟ أستاذ العزيز، احنا يا حكومة يا دولة، هو منصب هسه أنت من 2003 ولحد هذا اليوم، أنت تعرف أنه أكو رئيس حكومة أو شو نقول رئيس وزراء، وإنما رئيس مجلس وزراء. ترى أكو فرق بين رئيس مجلس وزراء وبين رئيس وزراء. الرئيس وزراء يعني يحكم حاكم، يعني رئيس حكومة، يعني يفرض سلطة، يعني أكو هيبة للدولة. رئيس مجلس وزراء مجرد شلون تقول تصريف أعمال، مجرد على الأمور تعرف أنت البسيطة، رواتب الحشد، رواتب الشرطة، الأمور تعبانة، يعني شلون نقول تمشية حال. يعني أنت تشوف ما عنده سلطة الرجل، ما عنده سلطة عليهم. أستاذ العزيز ماكو سلطة، العراق ما بي سلطة. إن السلطة تكون الدولة قوية، الدولة مؤسسات ماكو، ولا مؤسسات. إذا أسألك هسه أني وين أكو مؤسسات دولة؟ نعم. من 2003 بنوا بناية الحكومة، هي الموجودة هسه بنت بناية للحكومة نفسها، للهم هم نفسهم، ما رد للشعب. يعني نعم. بنوا يعني من حكم صد النظام السامي فيه الله يرحمه، يبنون برا الجماعة، يعرفون إن شاء الله بها قلبها بالأخير. بالضبط، هي أول وتالي قلبه. بس أنا شوف اللي معجبني والمستغرب، مو مستغرب منهم، لأن يعني هم وجوههم شلون نقول إحنا وجوههم قوية، وجوههم ما بعد يستحون حي راح من عندها. نعم. يعني هاي العقوبات جت الفروض، إيران عقوبات، دول يعني مشتعل العالم كله. نعم. الشرق كلها تحكي بالشرق الأوسط، الشرق الأوسط، الشرق الأوسط، وأنت تشوفهم ولا كأنهم ماشي صاير، ولا كأنه من مستعينين هم، شنو غيرة ما عندهم، شرف ما عندهم. أنا أشكرك أبو أحمد من الرمادي، كان معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله سبحانه وتعالى يقول الرسول، أما الله ما أدري آية ما أدري حديث، يقول على نياتكم ترزقون. تذكر قبل 3 أسابيع إيش قلت لك؟ قلت لك أحد الأهداف الرئيسية من خلال فرض العقوبات المالية على إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن هو مصادرة أموالهم المنقولة والغير منقولة. وفعلا وقعها بأربع أيام طلع القرار، وانت موجود التسجيلات عندكم، طلع القرار. زين، الأهداف الرئيسية هو هاي من تصادر الأموال ما ترجع إلى ذلك البلد، مستحيل من سابع المستحيلات. ما سمعت آني في اليوم رئيس دولة سرق أموال شعبه في أي دولة بالعالم، سرق الأموال رجعوا الأموال، كلها كده تصادر وتروح. دونالد ترامب من ينطي أمر إلى وزير الخزانة، وزير الخزانة يتصل بالبنوك الأمريكية والبنوك الأوروبية والأمريكية بالخارج في أوروبا ودول آسيا، تعرش عندكم هذا الاسم نوري الجواد كامل المالكي ما أدري شو اسمه، تعالوا هذا الجد عنده أرصدة والجد عنده أموال منقولة وغير منقولة. انتوا هذا عائلته وعشيرته واقرباء طلعوا لهم اياه، هذا منين له مليار، حفيده منين له مليار، عبد الصخير منين له 10 مليارات، حمودي ابنه منين له 20 30 مليار، كلها صدروها، مو بس نوري 76 قائمه، والحمد لله طلع كلامي مضبوط. هذا هو احد الاهداف الرئيسيه، ما ترجع هذه الاموال والله تطلع نخله براسهم وراس الخلفوه فلا ترجع، مال الحرام يروح للحرام. زين، ياكل الظالم، اذا مو حرام ياكل الظالم. فهم ذول سرقوا العراق 16 سنه و40 سنه بايران، 50 سنه بسوريا، زين 40 سنه 30 سنه بلبنان وباليمن 20 30 سنه، فهاي كلها راح. يعني انت تشوف الهدف واحد واحد. الهدف من هاي العقوبات هو الهدف مادي، يعني حتى تستولي امريكا على هاي الاموال لو شنو؟ هو بأهداف أخرى، هو الهدف المادي راح انتهى خلاص، هذا صار ملك لهم الأمريكا وهي تعرف شلون تتصرف به. زين أستاذ عمر، لكن الهدف الثاني هو عدم مساعدة إيران بأي شكل من الأشكال،
عدم التصرف بهذه الأموال. الآن الأموال كلها مراقبة، مو اليوم والبارحة، الثالث من 2003 قسما بالله أول دولار انسرق هذا مراقب. زين، هم يراقبون أموالهم، البنوك الأمريكية، المخابرات الأمريكية تراقب من خلال البنوك أموالها، تعرف هاي الأموال وين تروح، وين تجي، لمن تستخدم، ضد أمريكا، مع أمريكا. شوف أكو عصابات، مع عصابات مادية، تهريب المخدرات، التنظيمات الإرهابية. زين أستاذ عمر، هاي كلها مراقبة من قبل أمريكا. هذا نوري وقع بيها، نوري بالعافية عليك وعلى عشيرتك وعائلتك اللي سرقوا أكثر من 200-300 مليار، 1000 مليار انسرق، أكثر من 1000 مليار بعهدك انسرق. ولك يا إبراهيم الجعفري راحت فلوسك 27 مليار، ولكم أنتوا يا الحرامية كلكم راحت فلوسكم. أنت ما تصدق هذا يروح يسلمها لإيران، هذا كله كذب، هذا إله حصة، راح باقي الحصة وانطى شوية لإيران. ما أقول لك لا، بالبداية انطى، كلهم انطوا لإيران، بس أكثريتها متهربة وين؟ بريطانيا، بأوروبا، كل دول أوروبا قسما بالله العظيم، أستراليا، كندا، نيوزيلندا، آسيا ما في قارة آسيا قد أكو بيها بنوك مهربيها وبأسماء غيرهم وأسماء أحفادهم، هذا راحت أموالهم بعد لا يسألون عليها. منا وغادي حتى الرواتب هاي راح يقطعوها عليهم قسما بالله العظيم. راح تشوف هذا من أعان ظالما سلطه الله عليه، هذول أعانوا الظالم والله سبحانه وتعالى سلط عليهم، هاي كلها تطلع من أختهم. زين، لا تدورون بعد عليها، روحوا شوفوا لكم مكان، ارجع بيع سبع، ارجع بيع شغل مصاعد حيدر، انت عبالك فلوسك ام تبقى؟ انت بالاخير انت مقتدى، انت هم استفادين منكم. زين، عمار راحت فلوسه، عمار ولك عمار يحاسب. اشكرك، اشكرك ابو عمر من السليمانية كان معنا. رسالة يقول فيها استاذ عمر لعد، وين سيادة الحكومة العراقية اذا الكونغرس الامريكي يفرض عقوبات على اشخاص معينين في الحكومة، أين هي السيادة؟ معنا اتصال أم أزهار من بغداد. أم أزهار، شلون نشوف العقوبات الأمريكية على أربع شخصيات في الحكومة في العراق، واليوم أكو حديث عن قائمة جديدة بها 76 شخصية سياسية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. احنا ما نستغرب، لانه هاي هي لعبه مفهومه. يمتى ما تريد تعاقب، يمتى ما تريد هاي. بس انا اقول اذا اكو سياده بالعراق واذا اكو حكومه بالعراق، الحكومه العراقيه هي اللي هي تطلع الفاسدين، وهي اللي تحاكم، وهي اللي تقرر. لكن هي هم كلهم فاسدين. هم يعني شو تصور هسه امريكا طلع المالكي اولا، او هذا عميلهم، او طلع الجعفري اللي بالدريل كتل الدنيا كلها، او باقي الدنيا كلها، او هذول كلهم اللي حكموا 16 سنه، هل هي راح تحاكمهم من صدق؟ وانا على انا يعني اقول انه هاي لعبه من امريكا ولعبه من اسرائيل، يعني وهم دا يقررون ودا يقولون انه احنا دا نحكم العراق ماكو غيرنا، وهم دا يصارعون بينهم وبين ايران، وما نعرف شنو راح يصير. اذا صدق طلعوا القوائم الاخرى وبيناتهم الروس الكبيره، احنا نصدق بيهم. الروس الكبيرة من المالكي إلى الجعفري إلى الحكيم إلى كل هذول اللي حكموا. وباقونا يجوز جائز تجي الثقة عندنا شوية، لأن إحنا انزعت الثقة لا من العراقيين ولا من الأمريكان ولا من أي دولة من هالدول. إحنا نثق بهم، ما نثق بحد إلا نشوف الحقيقة بعيوننا، ويصلح العراق ويرجع مثل ما كان سابقا. يلا ذيك الوقت إحنا نصدق أكو دولة وأكو حكومة، أكو ماكو فساد، وأكو ناس. نعم، أنا أشكرك أم أزهار من بغداد، كانت معنا اتصال أبو زينب من النجف. تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا، عار على الحكومة العراقية أنه دولة أجنبية مثل أمريكا ما لها علاقة بالعراق حتى هي تصدر قرار بإلقاء قبض أو كذا أو حجز أموال.
القرار كان سلبا او ايجابا، هذا يعني انه لا يوجد حكومه في العراق ولا توجد اي كرامه للعراق وللعراقيين، هاي واحد. ثانيا هم هذول اللي سرقوا هم فقط هذول الاربعه ان سقط هذه الاسماء جميعهم سرقوا مئات المليارات منذ 9/4/2003 اموال موجوده بالداخل واموال موجوده مهربه بالخارج. والاتعس من هاي مو فقط هاي الاموال السائله، لا حبيبي العقارات اللي باقوها. يعني اجيب لك واحد من الامثله السيئه جدا والتي يلجا لها جميل الانسانيه، نعم، ويدل على ان هؤلاء المسيسون هم عباره عن ناس همج رعاع ما لهم اي علاقه بالسياسه. في كل دول العالم قوانين تم منعا ذاتا التصرف بالساحات والحدائق العامه والمتنزهات. اسوأ مثال تعال شوفه بعد 2003 حدث بالنجف الاشرف، ما خلوا ولا حديقه اللي هي متنفس وحيد للاحياء والحجار الاخضر والساحات العامه والتوارد كلها عيناها الى حداد طاقين وكلها مطله على البيوت. شو رايك باسم الاستثمار؟ الاستثمار كما فعل مهاتير محمد في ماليزيا، كانت ماليزيا لحد 81، نعم، الشعب الماليزي يعيش في الكهوف ويعيش في الغابات، العالم ثاني او ثالث اقتصاد في العالم بنى البلد عن طريق الاستثمار. الاستثمار اخي يكون بالزراعه، يكون بالتجاره، يكون بالصناعه، مو يكون جايب لي اشياء كلها استهلاكيه، عطور ومواد تجميل ومواد كماليات غير هاي ماكو. المحافظ رئيس اعضاء مجلس المحافظ ما اعرف منه هم مسمين ولا احدد لك الاسماء، عدنان الزرقي وين ياسري وين الجبوري سحر الفتلاوي خالد الجشعمي سيد الحضراوي علي الشمري سناء المشرك كلهم حراميه متسترين بالستار الديني. زين، وبالمناسبه ذولا اغلبهم كانوا باحثين في زرق صدام، الان تحولوا على الجانب الديني. قبل يصيحوا قال عفلق وقال صدام، الان يصيحوا قال الله وقال الحسين. احنا المصيبه مو بهذول، المصيبه بالشعب. الشعب جايف وجبان والله يرحمه والعار الى عار. وشكرا. ابو زينب من نجف كان معنا، معنا اتصال من كربلاء. صادق، تفضل صادق. اخي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي العزيز، انا من محافظه كربلاء واجي فتوى على مجلس محافظه كربلاء. تفضل. الو. تفضل اسمعك اخي. اخي احنا في محافظه كربلاء عندنا مجلس محافظه كربلاء والمحافظ. نعم. الو. اسمعك واضح صادق. الو. اسمعك اخي، اسمعك، استمر. اخي انا عندي طفل عمره 4 سنوات ونص بشلل. نعم. صار 3 سنوات ونص اركب الى من المحافظ، من نائب المحافظ، رئيس مجلس المحافظه، اعضاء مجلس المحافظه كلهم رايح عليهم واحد واحد. ما يلبون اي طلب ولا بحال المواطن ولا بحال الخدمات، لا خدمات لا. الو. اسمعك اخي ما اريد. تفضل. اسمعك واضح صادق، تفضل. اخي دمرونا. نعم. والله العظيم دمرونا كلهم حراميه، ارباحهم حراميه من الحكومه المحاوره والمعممين اللي بكربلاء. اساس الفتنه بالاراك، اساس الفتنه بالاراك هم المعممين في محاوره كربلاء. زين ما راجعت احد رجال الدين اللي 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 موجودين بكربلاء؟ هذه الكربلاء راجعت. أيه؟ راجعت الشيخ عبد المهدي الكربلائي يطيل 10,000 دينار. شلون؟ 10,000 دينار يطيل الشيخ عبد المهدي الكربلائي، هو الشيخ خالد الاسدي وشيخ فاهم الابراهيمي. نعم. وصبار الكربلائي اللي موجودين اللي مهيمنين على عتبه ياخذون مليارات، 3/4 الموازنه 3/4 الميزانيه مال كربلاء لهم، يطيل 10,000 دينار وانا ابني عمره 3 سنوات ونص بشلل. ايش قد الطاك؟
10,000 دينار. خلينا نسمع العالم. 10,000 دينار شيخ عبد المهدي الكربلاء. 10,000 دينار. لا حول ولا قوة. شيخ عبد المهدي الكربلاء يعطينا 10,000 دينار. نعم. أنا أشهد من خلال قناتكم، أنا أشهد أهل السنة، أنا أشهد أخواننا أهل السنة أن يستفتون إلي ويساعدوني بعلاج ابني. نعم. الشلل عند نعم الشلل عند طفلك ولادي ما بعد الولادة. ما بعد الولادة. طبي من خطأ طبي من نعم زين. من راجعت بين مستشفى أكو علاج بالعراق لو خرج العراق؟ أكو مستشفى كبير الكربلاء اللي هو سميها اللي مهم عليه حكي ملك الكربلاء بعدها أنا أجينا. إيش قد التكلفة مالتها؟ 7 ملايين دينار. المستشفى الكثير اللي يتكلم. نعم هاي المتابعة المستشفى. 7 ملايين. تابع الشيخ عبد السيد أحمد الفاصل الشيخ عبد الملك كربلاي. نعم. وما يقبل يسوي لك إياها ببلاش. من 7 ملايين سويتها بمليونين دينار وأثر على وكيل حتى مكتب السيد السيستاني. نعم. حتى مكتب السيد السيستاني وقفت البعض والتعليم. إيه. وطردوني مكتب السيد السيستاني بالنجف شارع الرسول طردوني. هم يا شيء عاد يحصل عليها يا إسلام يا دولة يا إنسانية يا أخلاق يا رحمة والصحة الثانية النفس الثاني والتنازل كلهم كلاسي ذبحوا ولدنا وسووا فتنة وسووا هاي مادة هم جابوها هم صنيعة إسرائيلية هم إسرائيل هم جابوا هذا كله جابوا هم. نعم. أنا ناشدكم أنا أريد علاج ابني من عندكم. إن شاء الله الخيرين يسمعوك وما يقصرون أخي صادق. أنا أريد علاج ابني. نعم. من عندكم وشكرا جزيلا. نعم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تسمع أخبار طيبة. أخي صادق من كربلاء كان معنا، يعني يروح عنده طفل مشلول والجماعة عندهم مستشفيات، يقول صادق يقول هي تكلفتها 7 ملايين رايح على عبد المهدي كربلائي مطي 10,000 دينار. نعم. طبعا اليوم كذلك إذا ربطنا الموضوع الجماعة الظاهر بدأوا يتحركون، يعني ها قبل من سالم من القادسية تفضل سالم. طبعا أريد الخلاص من الميليشيات المنضولة تحت الحشد الشعبي والخلاص من عتاي وأريد الخلاص من العصايب والخلاص من النجباء حتى أنقاذ العراق من شر هذه الجرثومة الجرثومة الخايسة من الميليشيات وكافة الميليشيات المنظمة تحت الحشد الشعبي الخلاص من الحشد الشعبي وميليشياته والخلاص من الجيش الحكومي وكل قواته لأن هذه أصبحت ضد الشعب مو ضد إيران كلها ضد الشعب هذه إذا مو الخلاص منها هذه الميليشيات والخلاص من الجيش الحكومي برمته جلالة والخلاص من داعمين الجيش الحكومي ومن كافة الدول الداعمة له أمريكية إيرانية الخلاص من هذه إنقاذ أولا وأخيرا هو إنقاذ العراق من شر هذه الميليشيات ومن الجيش الحكومي ومن القوة الخارجية المتمثلة بالقوات الأمريكية والإيرانية جمعنا الأخرى يعني مو من المشكلة استهداف قواعد عسكرية عندنا هنا قواعد عسكرية أمريكية مو من اللازم استهداف القواعد العسكرية الأمريكية بكافة أنواعها ولا حتى إجابتني بطائرات من أحد الطائرات والله العظيم لا خوف من ذلك بعد يعني إذا شيء بإمكاني أنت السنة فين والمعاناة من نفسيته إذا مكون زين سالم من نعم سالم الحج الشعبي تسمعني سالم وكافة ميليشيات المضولة للحج الشعبي تسمعني والميليشيات سالم مثل العصائب سالم والنباء إذا سمحت لي السلام سالم تعرفين سالم وإن شاء الله أخوي حتى القوات الأمريكية ما تسمعني؟ حتى لو جابت لي أي قوة أمريكية مو من المهمة ولا من الخوف لا والله يا خالي مو من الخوف إذا مساقة هذه كلها قالوا لا حتى القاضي العراق والقاضي العراق من كل هذا الفساد ومن كل هذه القرارة اللي جابتها أمريكا وحكوماتها وإيران وميليشياتها الكامل حتى القاضي العراق والقاضي النازحين الأطفال كل الذي الأطفال هذه إلى متى أمر تبشنا الذي يصبر هؤلاء تلك الأطفال نعم. أطفال الناجحين
زين شو شفت العقوبات الامريكيه؟ العقوبات الامريكيه على الشخصيات الاربعه شو تشوفها؟ شو تقراها؟ سالم؟ سالم من القادسيه. اي شلون تشوف العقوبات الامريكيه اللي صدرت بحق اربعه، اثنين منهم قالت ميليشيات واثنين كانوا محافظين بالعراق واكو قائمه جديده، شلون تشوفها انت؟ شلون تقراها؟ هاي عقوبات صحيحه لو فقط اعلام؟ شلون تشوفها؟ اعلام، كل اعلام هذا، والله قاعد كل الاعلام هذا مو صحيح، هاي كل الاعلام هذا. نعم كل الاعلام، لان امريكا هي تؤيد من كل قاده ميليشيات كثير في العراق، مو تخدم العراق ولا تؤذي في العراق يلا حتى لا يسرقوا. نعم بس اذا امريكا اذا شافت مثلا قائد ميليشيا وهي ضدها، لا هي اذا ذات الحال هي ضد الصين، لانه نعم. كل الميليشيات هي تراها هي ضد العراق. نعم ضد العراق كلها، حشي الشعبي سواء السلام العصايب النجباء كلها هذه تراها امريكا هي ضد العراق وتفتك بالعراق، وهي تعيد هذه الميليشيات بفتك العراق ودمار العراق. نعم. وهذه العقوبات هاي الشكلية كلها شيء شيء على مجرد ظاهريات هذه، وإلا مو حقيقة، لا ما أتوقع على حقيقة. نعم أنا أشكرك أخ سالم من القادسية، كان معنا معنا اتصال عبد الستار من الفلوجة، تفضل عبد الستار. انقطع الاتصال مع عبد الستار. اليوم مثل ما قلنا أنه قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني يعني أصدر قرارات بتغيير أو تغييرات جديدة في قيادة كوادر العاملين فيما يطلق عليها لجنة إعمار العتبات في العراق، يعملون ضمن شبكة أمنية ومالية، من أبرز مهامهم الالتفاف على العقوبات الأمريكية. طبعا وفقا لوكالة فارس، سليماني عين اثنين من ضباط الحرس الثوري على رأس هذه الشبكة، واحد منهم كان عمدة مدينة كرمان الإيرانية السابق وهو محمد جلال الذي تولى إدارة اللجنة بدلا من حسن بولارك الذي تم تعيينه مستشارا ومساعدا خاصا له في العراق. طبعا وفقا لتقديرات إعلامية يعمل تقريبا حوالي 3000 إيراني من منتسبي الحرس الثوري في مؤسسات اللجنة في العراق تحت غطاء العمل التنموي والديني والعمراني، في حين بأن الهدف الأساسي بحسب تقارير إعلامية وحقوقية هو تمويل أنشطة إيران والحرس الثوري المزعومة للعراق والمنطقة. الظاهر هاي التغييرات تجي في إطار العقوبات اللي فرضت على شخصيات في العراق، وربما هناك تخوف من قبل إيران من أن تطال العقوبات كذلك شخصيات إيرانية متواجدة في العراق. تغيير أسماء. عبد الستار من الفلوجة يعاود الاتصال معنا، تفضل عبد الستار. نعم أخوي العزيز تفضل. هذا الشخص اللي اتصل هسه من كربلاء، نعم يريد نحول له 250 ألف. جزاك الله خير. نعم شلون عليك من أحول عليهم هسه نعطيك رقمه ماشي، الشباب بالاتصالات يعطوك رقمه وانت اتصل عليه وجزاك الله خير. والله والنعم منك. بعيني بعيني. تسلم عينك، بارك الله بك، اشكرك اشكرك. عبد الستار من الفلوجه كان معنا، سمع صوت اخوه صادق من كربلاء وحاول ويحاول يساعده بالامكانيه اللي عنده. معنا اتصال ما سمعت الاسم. منتظر، تفضل منتظر. منتظر من العراق، تفضل منتظر. اي مو انت مو على هو قاعد تكلمني هسه؟ شلون مو على هو؟ مو على المباشر. شلون مو على المباشر؟ هسه بدي اسمع على ها. ها ها يلا تفضل. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخي منتظر، بس نصلنا التلفزيون، نصل الاخير. أي. نصي للأخير واسمعني من من التلفون. الله يخليك. صار 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 صار. نعم ألو. تفضل أخي السادي الفاضل. نعم جزاكم الله خير على هاي القناة. وجزاك زين عيني، وأنتوا ناس محترمين،
ويقدمون خدمة جليلة للناس. نعم هذا أقل الواجب أخي. نعم بس أكو ناس يكلون اتهامات زين سب وشتم ولعن وكذا، هاي ما توصل الإنسان نتيجة. نعم زين اللي عنده مشكلة ليه يتهم الناس بالباطل؟ صح ما دا أقول لك أني الناس خيرة. نعم لا لا هو ما أقول لك أن الناس خيرة ودافع عن واحد. نعم أي تجاوز ما مقبول حتى إذا على عدوك فهذا مو لائق بك. صحيح لو غلط. نعم. صحيح كلامك. على عبد المهدي الكربلائي طايني 10,000 دينار ولا والله هو قال عني. هو قال ما ندري بس على حد قوله هاي الله اعلم. هذه احكي لك. نعم تفضل. هذه تكره الناس للقناه، اكو لكل انسان قادح ومادح. نعم صح ولا غلط؟ اي تدري احنا نستقبل اتصالات من حضرتك ومن غيرك ومن محافظات عراقيه ومن خارج العراق عراقيين مقيمين وكل من يعبر عن رايه. هو مسؤول عن رأيه. وياك أنا. نعم. وياك بس الإنسان يكون مؤدب بتعبير عن رأيه. نعم. زين صح ولا لا؟ نعم. من مرد نتهم علماء ونتهم ناس أجلاء ونتهم ناس شراف. نعم. الحشد الشعبي. على إذا يحشى على الحشد الشعبي. مو إلى موقف الحشد الشعبي. نعم. رجع العراق للأهل حفظ كرامة العراقيين بالرمادي وبصلاح الدين وبغيرها. فما نعم. داعي. إيه بس الاتصالات أنت ذكرت هاي النقطة هم هو مدى ينتقد يعني مدى يقول لك مثلا اليوم أنت عندك بالجيش 100,000 واحد أو 200,000 واحد مثلا يقول لك دولة كلهم حرامية دا يقول لك أكو مثلا رؤوس كبيرة مسيطرة وهذا اللي دا نشوفه وحتى الحكومة تأكد عليه يعني عادل عبد المهدي طلع يوم الثلاثاء يقول لك إحنا عندنا 11 وزير عليهم ملفات فساد، إذا 11 وزير عندهم ملفات فساد، فكيف بالأدنى منهم؟ هذا الحديث اللي يصير، والفساد اللي صار بالعراق ما يخفى على أحد. نعم. نعم. نعم نعم نعم. أنا ما أرد أحكي لك، واتهم عادل عبد المهدي وغيره. نعم. عادل عبد المهدي اللي يقول عنه تنقراط، هو رجال علماني. يعني نعم. وبعدين شيوعي وبعدين قومي وبعدين بعثي. نعم. وبعدين صار إسلامي من جماعة الحكيم وبعدين صار رئيس وزراء. الشغلات هذه مبطنة كلها ربط. نعم. العاملين ولا نعم. كل إنسان إلا تاريخه ومعروف تاريخه بالحرس القومي كان هو عادل عبد المهدي. إحنا ما نريد نحكي ونتهم الناس، كل عراقي يعرف العراقيين شنو ترى. بس أنا أقول الإنسان وتوافقوا عليه بالأخير، توافقوا عليه مثل ما تفضلت، هو مر بمراحل وياك شيوعي وبعثي وبعدين راح صار ويا جماعة بدير وبإيران قعد وراح لند الفرنسا كمل دراسة. توافقوا عليه كلها. نعم. وافقت عليه حتى المرجعية وافقت عليه. أكيد أكيد. نعم. أنتوا حتشيكم ذهب. أنا هالمسائل هذه ترى ماكو عراقي ما مكشوف. صح. وماكو عراقي ما معروف. نعم. يعني الله غضب علينا ها من 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 بسبب دخول الأمريكان على العراق. نعم. زين ناس تحكي على صدام وكذا صدام وكذا صدام. أنا في يوم طلعت ندوة، أنا ما أقول لك أهلي شنو، أنا دكتور إعلامي. نعم. طلعت ندوة قلت لهم صدام كان موفرنا 14 مفردة بالحصة التموينية، أنتوا جيتوا على التصاوير يعني. نعم. وهي هي هي وإيش من 14 بقت أربعة يعني. نعم. والبترول كان ب 19 دولار موفرنا هذه صار 140 يعني. نعم. اكو عندنا مسؤول شريف قلت لهم، اكو وزير شريف، اكو نائب شريف، زين خلي جاوبوني. طبعا هذا الحكي على الهواء. نعم. على اليوتيوب اذا كان الرقم اليوتيوب اللي انا طلعت عليه. نعم. ربط له لا كلها مكشوفه ترى وكلها معروفه. نعم. والعراقيين كلهم معروفين، بس اقول اللي عنده مشكله خليه يحكي مشكلته يعني. نعم. ويقدر العراق يقدر الناس الخيره. نعم. انا ما اقول لك الحشد الشعبي انبياء كلهم. نعم. ولا اقول لك كلهم مزينين ولا اقول لك الجيش كله مزين، بس انسان يحكي انصاف يعني. انا احترم واقدر. نعم. القناه مالكم والله العظيم. الله يبارك فيك. لا هذا واجبنا، بس تدري انت يعني كل متصل الى رايه، وبعض الاحيان طبعا تطلع من عنده كلمه او مثلا يتجاوز، احنا صراحه ما نقبل به، لان هذا الامر ما مقبول على شاشة والناس تشوفك وأطفال ونساء وعوائل. فمرات يطلع من عنده كلمة، تدري إحنا يعني، وليطلع على الهواء ما يرجع. إحنا أكيد سكتة. نعم. أستاذي الفاضل. نعم. أستاذي الفاضل، شوف دائما خلوا خطوط حمراء بالكلام. نعم. بالنسبة للمتكلم
ماكو داعي بس العلماء، هذا عنده مستشفى وهذا انطاني 10,000 دينار، انا اعتبر هذا الحج كله كذب ترى، الله وكيلك. الله وكيلك كله كذب هذا الحج. نعم، طبعا هو بالبدايه احنا هم قال اني رحت على المحافظه على مسؤولين ما حد ساعد. يعني بالبدايه هو اللي حكى على المحافظ وحكى على مجلس المحافظه، قال ما حد قدم لي المساعده. بعدين اتطرق على موضوع رجال الدين. والرجل يعني ما اعرف اذا يعني حتى تكون نعم، يعني الرجل هو لو مو يعني قلبه مقهور على ابنه عمره هسه 4 سنوات ونص، ما اعتقد انه مثلا انه يطلع ويقول ابني مشلول هو ما مشلول. تدري اكو اهل رحم، تدري اكو اهل رحم. نعم. يطلعون حالات في التلفزيون. نعم. راس يجي متبرع يقول له هذه على حساب يعالجو. نعم. اني اشكرك اخي منتظر من العراق، انا معنا اتصال. ابو عمر من الموصل. ام عمر من الموصل، تفضلي اختي. الموضوع عشان نعم تفضل يا ام عمر. موضوعي عشان نعم تفضل. يعني ام يريد ان طالب عبد التعديل بس ينظر القضية السجناء. يعني احنا من الموصل تدري اذا يتعذبون عنده يروحون للمواجهة الله يخليك. نعم زين مين؟ نعم وين ابنك محبوس ام عمر؟ اي والله تعرفين بي وين؟ والله بالناصرية. بالناصرية. شو وقت تم اعتقاله؟ أيوة. الحكم مالته والله 6/6. نعم بالعناصرية، يعني مدوه من تلكيف عناصرية. بال 2016 تم اعتقاله لو شو وقت؟ ايه من 2016 اعتقلوه من الموصل؟ ايه والله والحكم 15 سنة. قد عمره؟ مواليد 81. 81 نعم. إيه سوتوا تمييز؟ والله ما سوينا كل شيء. يعني ليش؟ ما تدري يعني يريد فلوس، يريدون المحامي يريد يقول فلوس منا والله، وما يعني عندنا يعني نقدم للمحامي وهاي. نعم. فريز من طالب عبد المهدي بس ينظر قضية السجناء. نعم. ويحكي عنهم، واكو ناس ابرياء والله يعني انحكم ظلم. زين اخذوه من نفس الموصل لو كنتوا طالعين بوقتها؟ لا 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 هو يعني بايده راح. نعم زين هم الزورينه بالناصريه؟ أيوة هم الزورينه والله كل 3 اشهر. شلون وضعه؟ والله يعني وضعهم يقولون ملح ماكو، اكل يعني قليل، فلوس ينطونا نعطيهم احنا مصرف، يشترون البيضه بألف الله يخليك، يعني يروح لهم مصاريف وش قد نعطيهم. نعم. يعني ايش قد. اي نعم. والله الله يعينكم يا عمر. والله يا ام عمر يعني لسان حالك والامهات والعوائل والاهالي واحنا وكل العراقيين، يعني الله يخليك. نعم. عن طالب بن عبد. نعم. المهدي بالضبط. بس ينظر قضية السجناء الله يخليك. ان شاء الله بلكي الله سبحانه وتعالى انه ولو الحكومة ما اعرف يعني حتى من اصدرت عفو قبل فترة شملت به مسؤولين بملفات فساد والناس الابرياء بعدهم. الله يعينك وان شاء الله الله سبحانه وتعالى يفرج عن كل بريء. بالفعل يعني هسه انت هذا الملف ولا كأنه احنا عندنا سجون بالعراق، يعني ما نسمع لا تصريح لرئيس الحكومة لا لمسؤول. هسه ماشي انت دائما نقولها عمي البريء طلعوه اعفوا عنه، بريء ما عليه لا إثبات ولا دليل، وعمي والمجرم ياخذ حقه بالقانون، بالقانون ياخذ حقه بالقانون، مو بالتعذيب، مو انه انت ما تطي مليح، مو انه زين. احنا مو هاي هم مشكله، احنا هم دا نصنع ناس متطرفين في السجون بهذه التصرفات. حتى البريء اللي ما عنده شيء راح يشيل حقد على السجان ويشيل حقد على الحكومه، وهاي كلها يعني كلها تساهم في تطرف الشخص. زين احنا ليش ما نوضع حل جذري ونترك هاي السياسه الطائفيه اللي خربت البلد من عام 2003 ولغايه الان؟
ونخلي ايدنا على الجريح، اعفى على الناس الابرياء، فعل موضوع القضاة، خلي القاضي يروح، خلي القاضي يروح للسجن، لجان قضائية تروح للسجون، هي تلزم الملفات بايدها. الانسان البريء يلا طلعه، الانسان البريء طلعه، اللي خلص المحكوميه مالته طلعه، اللي عليه جرم فعلي وعليه يعني دليل قاطع ياخذ حكمه بالقانون، وسجن خلي يعني عمي ما نقول التصير سويسرا، بس خلي سجن معقول، خلي سجن معقول الناس تاكل وتشرب ويقضي المحكوميه مالته وبعدين يطلع. هي اسمها سجن اصلاح، حتى تصلح المجرم، تصلح المقصر. الله يعين. اتصال عندنا باخر دقيقتين. حمزه من كربلاء، تفضل حمزه. حمزه تفضل. تفضل اخي. نعم تفضل. نعم نعم انت على الهواء، تفضل حمزه. نعم نعم تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا بك. شلون استاذ؟ يا اهلا بك، حياك الله، اهلا وسهلا. يقول لي اني رحت شو اسمه، نعم، المهدي الكربلاء وطلعنا 10,000. اي نعم. انا رجال بسيط، نعم، اتابع المستشفيات مالك في المستشفيات الكفيل، مستشفيات اجراميه. زين، مستشفيات إجرامية هاي، مو مستشفى الكفيل. هاي الكفيل المن تابعه حمزة؟ حتى أهل البيت. المن تابعه؟ للحكومة؟ لأحمد الصافي والجوقة. ها نعم. نعم. زين، ثاني شيء اللي طبي يموت، ثاني شيء أنا رجال بسيط، بالشهر مليونين، بالشهر مليونين أتبرع للأيتام، وأتبرع لهذا، بس أريد بأنه المرجعية. بس نقطة واحدة، المرجعية الطب للشغل من الجنوب للشمال، بس للطب، بأنه الدحج الأيتام والفقراء والمساكين اللي يسولون بالشوارع بذاك الحر وبذاك البرد. أدري من واردات، الواردات تجيكم يا أهل، يا سستاني، يا مهدي الكربلاء، يا صافي، إذا تصرفوكم بالشهر 500,000، من المعين عليه هذا الطفل؟ اصرفوا له إياه وقول له بابا ارجع المدرسة. نعم. ارجع للمدرسة. نعم. ارجع على هذا راح تولد عندنا، إذا سكتنا عليها. نعم. راح تولد عندنا ثقافة إجرامية عمي. بالفعل. بالفعل. أنا أشكرك أخي حمزة، والله مع الأسف يعني انتهى وقت البرنامج. طرح واقع وفعلي أنه المفروض كذلك يعني رجال الدين يتولون هذه المهمة بإطلاق حملات لإنقاذ ولمساعدة الأيتام والفقراء في العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.